السلام عليكم، يا اهلا بيكم. النهارده في حلقه جديده من احلى اكل، اكيد ان شاء الله في احلى اكل، ولكن تعالوا نشوف الحكايه. والله النهارده حلقه حلوه جدا لطيفه لاولادنا، ربنا يحميهم. اكل لاطفالنا والكبار طبعا، اكيد لو حد حابب يخش ياكل حاجات تكون لطيفه. ودايما بقول حلقه الاطفال دي بتبقى مميزه جدا لان فيها كذا فايده. اول حاجه بنميز اولادنا ربنا يحميهم في اكله مخصوصه في يوم الاسبوع. تاني حاجه احنا كمان بنريح شويه من الطواجن والاكل والصواني، وبناكل برضو معاهم في نفس الموضوع. والاهم بقى من ده كله الحاجه الاخيره ان هم بيتعلموا اطباق لطيفه من ايد حضراتكم بيجوا يجربوها فيا، فهو ده المطلوب. فانا النهارده عندي اربع اطباق ان شاء الله اسهل من بعض. عندي اجنحه فراخ هعملها كريسبي بنوع من انواع البقسماط اللي بيبقى ليه تيست كده حلو جدا، وهعملها صوص وهنشوف تفاصيلها ماشيه ازاي. اما الطبق الثاني جايب عندي فراخ وراك بصدور هنفرمهم نعمله كفته مع السبانخ ومع المشروم ومع حته جبنه زرقاء، هيبقى ليه تيست حلو جدا. اما الطبق الثالث هيكون معايا مكرونه من القواقع اطفالنا بتحبها، وحته لحم مفرومه تتعصق بالخضار وتتحشي مع صوص يكون خفيف جدا، ونشوف هيتعمل ازاي. اما الطبق الاخير طبق سلطه قوي جدا معمول بتشكيله كبيره جدا من الخضروات مع كمان جزء من البقوليات، وهضيف عليه كمان افوكادو وهنديله صدر فراخ مشوي، هيبقى تستو عالي جدا، ولكن بعد الفاصل. اتفضل. اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب كنا بنتكلم معاكم النهارده قبل الفاصل على اكلات لطيفه لاولادنا ربنا يحميهم جميعا والكبار كمان. وزي ما قلت لكم من شويه الهدف نعمل اكلات تكون فيها خصوصيه، ونحاول على قد ما نقدر نمنع شويه الدليفري او الاكلات الشارع، نعمل اكلات نظيفه في البيت. وبقولها بكل يعني الطرق، والله اكل البيت لا يعلى عليه للصغير قبل الكبير. تغذيه بقى نحسبها، نظافه، كميه، سعرا، كل حاجه. انا مش ضد المحلات، ولكن ضد الدليفري كل يوم، او ضد ان احنا نعمل اوردر للاولاد بالاخص عن طريق التليفون او اكل بيت. حلو ده، انا عايز اقوله واجب علينا كابهات وامهات نركز في ده، وده المهم. طيب ايه الحكايه النهارده؟ عندنا النهارده اربع اطباق هعيد سريعا قبل ما اخش اشتغل على طول. عندي تشيكن وينجز. تشيكن وينج دي تبقى اجنحه الفراخ، هعملها بطريقه حلوه جدا، هعملها ابراي حلو، وبعد كده هعملها في البقسماط وتتحمر ونشوف لها صوص لطيف كده، هنشوف الطريقه عامله ازاي. الطبق الثاني عندي كفته داوود باشا بس معموله بالفراخ مع السبانخ والمشروم والمكرونه الملونه وصوص الجبنه الزرقاء. عندي ربع لحم مفرومه مع مكرونه قواقع اعملها بصوص حلو جدا خفيف بالريحان بطريقه لطيفه. عندي صدر فرخه هشويه مع تشكيله حلوه من الخضروات والبقوليات، وعملها سلطه حلوه جدا تمشي برده لو حد حابب، مش بس اطفال، تمشي كمان دايت، وده مهم جدا. طيب نبدا نعمل ايه؟ بص كده معايا يا استاذي بعد اذنك. زي ما حضراتكم شايفين الطبق اللي قدامي ده، ركز كده معايا، في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في عندنا واحد عدد صدر فراخ وفلفل اخضر وفلفل احمر زي ما حضراتكم شايفين، وبصلايه او نص بصلايه، وتوم كتير شويه شايف، ممكن ناخد جزء منهم دول حلوين، والباقي هينفعنا في حاجه تانية مش حكايه. تمام. والفراخ ساعتكم شايفينها كده زي ما هي كده كامله. انا هشتغل بالحاجات دي كلها بكل بساطه، بس انا بقول دايما قبل ما اشتغل احب ابهر حاجتي واتبلها. ازاي بقى يا شيف هتبهر ايه؟ اقول لك صدر الفراخ اللطيف ده، بسم الله الرحمن الرحيم، مع الوراك صدر واحد اهو، مع الوراك وابدا احط عندي حبه ملح، ركز معايا، وعشان ادي لون حلو ادي عندي حبه بابريكا مدخنه لونها محمر كده. تمام. وسنه بهارات لطيفه لو حبيت. واجي عندي هنا كده اروح عامل ايه؟ جايب فلفل اسود براحتي. ده اول حاجه خالص قبل ما اشتغل في التفصيله دي كلها وقبل ما افرم. وابدا اقلبهم مع بعض كده، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. واجي اشتغل واحده واحده. طيب الطبيعي احنا بنعمل ايه؟ بنفرم الاول الخضار ده عشان السكينه تبقى سهله معايا في الفرم، وتطلع ميه الخضار وتفرم لي الايه؟ اللحوم اللي بشتغل بيها. ده طريقه. الجهاز ده قوي ممكن يعمل العكس لو حبيت، بس احب اكلم بكل تفاصيل. فتعالى نشوف الحكايه ماشيه ازاي. بسم الله. هنشغل ده كده على درجه عاديه جدا. ده
مع نفسه كده، هو كل شويه هيبدا يعيش حياته. لو انا بطبخ مثلا وعايز اخليه يشتغل، اروح ايه شايل الفيشه دي. لا الفيشه دي لحظه واحده بس، عارف انت بتحطيه مشترك كده، طلع بتاع ده قدام شد الفيشه. استنى بس خلاص، انا شلت المشترك من مكانه فكده يبقى تمام اهو مع نفسه. تمام. طيب نعمل ايه بقى؟ شوف دي بقى كده، بسم الله. متشكرين. شايف المشهد عامل ازاي؟ هجمع كل الحاجات دي كلها كده وهعمل حركه حلوه لما الاقي قدامي. بص منظر الكفته عامل ازاي؟ شوف، عايز الم الكلام ده كله واربطه سنه عشان يتحمر معايا لطيف. بص هعمل ايه؟ رشه، خدت بالك من دي؟ رشه ايه؟ بقسماط. وارجع تاني، بسم الله، وارجع تاني الم كل الكلام ده كله. ارفع السكينه اول حاجه. اي جهاز حلو يعتمد على السكينه تكون قويه جدا والباور بتاع الجهاز. ارفع كده وانزل بكل الخليط البسيط ده كله كده اهو كده. والنصيحه عشان لما نيجي نغسل دي ما نعملهاش بسلكه مع ميه سخنه، هتلاقي بدل ما هي كلير كده وشفافه هتلاقي اتكربشت في اي حاجه بلاستيك او اكريليك. الافضل تكون ميه ساقعه وبرده بالسبونج يكون ناعمه شويه. هرجع تاني، شايف المنظر عامل ازاي؟ تمام متشكرين. نرفع بقى كده الحاجات دي عشان نوصل نفسنا ونشتغل على رواق. تمام لحد كده. عايز اشوف النتيجه اخبارها ايه. النتيجه والله عايز امشيها في طاسه في صينيه في الفرن، ما عنديش مشاكل. هعمل كده وهجيب عندي كوبايه ميه، بسم الله، عشان ايدي ما تلزقش، او زيت بس انا ارجح الميه عادي يعني، ده او ده كده. هعمل كده، امسك كده، بص الكره قد ايه، بص ايدي تاني اهو، شوف كده، اصغر اكبر براحتي كده. مش بالكمية الكبيرة يعني، خلينا وسط أحسن كده. كويس، دي زي الداود باشا، هتخش الفرن دلوقتي تاخد شوية حلوة وبعد كده اعملها صوص واقفلها واحدة واحدة وهنشوف النتيجة في الآخر عاملة إزاي. كفتة فراخ مفيهاش أي حاجة، ممكن زي ما هي كده أحط لها بهارات برجر وأمشيها عندي برجر، ممكن زي ما هي أحط لها بهارات حواوشي وأحطها عادي في عيش شامي أو عيش بلدي وأعملها حواوشي. تمشي كل حاجه تمشي، اهم حاجه الخلطه الحلوه والتتبيله الحلوه واللحمه الحلوه الحاجات دي، والخضار طبعا لو حطينا في النص حاجات بتبقى ديها تست كويس كده. بس خدش وقت كتير، ما تسيبهاش ايدك عشان ما تسحش لان هي ضعيفه كده كده. تمام ماشي الكلام زي ما هو كده، هندخلهم الفرن ونسيبهم شويه نشوف حاجاتهم ماشيه ازاي. طيب واللي باقي مش هيخسر، مفيش حاجه هتترمي عندنا. طيب نخش على اللي بعده. ايه اللي بعده بقى؟ الفراخ، الاجنحه. اجنحه الفراخ عايزين نعملها بطريقه حلوه مختلفه كده عن كل المرات، ما تبقاش كله متكرر. واحنا شغالين كده هنبدا نعمل ايه بالمره؟ نروق بس اول مكان عشان انا شايف حبه حاجات كده وانا شغال. ده المفروم بتاع المكرونه القواقع، ركز معايا، معلش انا اسف بشغلك معايا كده في حاجات في النص كده. هجيب عندي سنه زيت مع سنه زبده بره النار. حلو كلام، خدت بالك كلمه بره النار دي عشان ما احرقش الزبده بتاعتي.
منديل ورمي البهارات دي كلها عشان نخش على اللي بعده. والمهم بقى ايه بقى المهم بقى يا شيف؟ والله انا بس نشيل الحاجات دي عشان انا عندي مشكله. ايوه كده، وبعد كده نتكلم. حلو. بس طيب، وبعدين نرجع تاني بالزبده على النار. فلفل اسود الف بيه تشويح اي فراخ او اي لحمه او اي حاجه هتتشوح مفروم. على طول معلقه خشب لما نبوش الحله بتاعتنا او الطاسه، وانزل بالمفروم يبدا يتعصج هنا مع الزبده دي بالشكل ده مع نفسه. انا بنزل بالمفروم الاول بفلفل اسود، وبعد كده هنزل احط كل الخضار واحده واحده ان شاء الله. حلو كلام، ننساهم بقى وتعالى نشوف حكايه الاجنحه الفراخ اخبارها ايه. طيب تشيكن وينج طبعا هي من اكلات لطيفه جدا، وعايز اقول لكم كمان في مطاعم فاتحه دلوقتي في مصر في اماكن كتير جدا واسعار مش قليله يعني، ونشاطهم كله ده بجد. انا رحت يعني شفت كده على اجنحه الفراخ بيعملوها بطريقه معينه جدا، اطفال بتعشقها باربيكيو صوص بمش عارف ايه صوص حسب الطريقه عامله ازاي. المقصود من كلامي ان احنا كنا زمان بس بنهزر على موضوع الاجنحه، كنت بقعد اقول والله يا جماعه لفيت مطاعم كتير ومطابخ حتى بره مصر بيبيعوها زيها زي سعر الفراخ. الشطاره فيها في التست، لان خدوا بقى حضراتكم هي طعمها حلو، لحمه اللحم اللي فيها طعمه حلو جدا جدا فيها. خلينا نشوف نعملها النهارده الطريقه عامله ازاي، وقبل ما نعمل الطريقه عايز اعملها كده سكه كده تعجب حضراتكم ان شاء الله. طيب بوله فاضيه، وهجيب عندي فنجان خل. بسم الله كده، كمان فنجان خل. نعم حاضر، هكون معاكم حالا 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 حالا. لحظه واحده، خل ماشي الكلام، ليمون، الزعتر، كل الكلام ده كله واخد بالك معايا هنا، مع فصيله الثوم اللي كانوا في الفراخ فاكرهم. بص بقى الكلام ده، بسم الله. حلو الكلام ده مع الخل. ها وبعدين هنزل بكل الفراخ دي او كل اجنحه الفراخ دي كلها هنا على جنب، واجي اروح جايب عليهم على طول حبه ميه ساقعين وانقحهم شويه على ما اظبط امور بقيه الطبخه بتاعتي، منها تتبيله ومنها غسله ومنها ريحه حلوه، نزع اي زفاره، يعني دي حاجات مهمه جدا. حلو الكلام، جربوا مش هتخسروا حاجه، وفي منتهى البساطه ما فيهاش اي ابتكاسه كتير. افندي مؤسف جدا على التاخير والله. اسراء هانم صباح الفل. اهلا بيك يا استاذ، كل اخبارك ايه؟ الحمد لله كله بخير. تمام دايما الحمد دايما يا فندم، ربنا يعزك. انا كنت بطلب من حضرتك تتبيله لشوي الفراخ. عينيا الاثنين، يا سلام، اوامر امر. حاضر تمام. انا حابه فراخ مشويه بالعظم ولا صدور؟ لا بالعظم. حاضر اوكي تمام. بناتي عايزين يكلموا حضرتك وعايزين يسمعوا مع حضرتك في البرنامج. اتشرف بيه وربنا يحميهم لك. حاضر. مع حضرتك سجا. سجا انا. اهلا اهلا، صباح الفل يا قمر. الحمد لله. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ ايه؟ عندك كام سنه؟ 7 سنين. ما شاء الله، وايه اخبارك في الطبخ بقى؟ الحمد لله. يعني تطبخي كويس ولا نص نص؟ لا بطبخ كويس. ماشي، طب هتيجي تعملي ايه لما تيجي ان شاء الله؟ عامل صلصتين. تعمل ايه؟ تعمل ايه بالسرعه؟ صلصه التونه. الله اكبر، دي احلى صلصه التونه. تمام متفقين خلاص اوكي. وايه تاني؟ حاجة تانية؟ لا. طب هستناك تيجي تعملي سلطة التونة، أوكي؟ أوكي. ماشي الكلام، يلا حالا في الكنترول سجلي بياناتك حالا في الكنترول مع زمايلي عشان استناك إن شاء الله، أوكي؟ حبيبي يا سجا جميلة، تسلمي يا قمر، ربنا يحميك يا رب. مين تاني؟ طيب خلينا نرجع تاني سريعا. حاضر، بص يا فندم، نزلت عندي بالخضار إن أنا هحشي ده كله، هيطلع معايا في المكرونة حشو المكرونة، عشان بس نبقى إيه ما ننساش. سيبي الكلام ده كله مع بعضه كده. ومبهره بتاتش ملح برضه لطيف، سنه بهارات مشكله، ونسيب الكلام ده كله بس ياخد وقت في التعصير، يبقى جاهز ونشوف هنعمله ازاي. طيب حاضر يا حوده، صباح الفل. الله يبارك فيك. السلام عليكم. ازيك يا عم محمود، اخبار سعادتك ايه؟ الله يبارك فيك. اجدع ناس المنوفيه والله. ازي حضرتك؟ العلوبيه انا اسف. يديك الصحه. اهلا وسهلا بيك يا فندم، واجدع ناس برضه المنوفيه برضه، العلوبيه والمنوفيه اجدع ناس. اهلا بيك يا فندم. تمام تحت امرك.
الامر لله. احنا عايزين نقول فعلا يعني من ان حضرتك من اجمل الشيفات اللي موجوده في مصر. على راسي. الله يبارك في حياتك. الله يبارك لك. الله يخليك. بالنسبه لينا وبالنسبه لمواطنين كتير في مصر. تسلم. كل الناس بتحبك يا شيخ. ربنا يديم محبه والله العظيم، ودي حاجه شرف ليا والله العظيم. ربنا يديمها نعمه عليا وعلى حضراتكم. حضرتك بتعمل اكل يعني بجد لا يعلى عليه. شكرا والله من ذوقك. تسلم يا اخويا والله. منك فعلا يعني. ربنا يخليك يا استاذ محمود. انت من الناس المحترمين فعلا، وربنا ان شاء الله يوفقك ويكرمك يا رب دايما. انا وحضرتك كل اخواتنا يا رب دايما يا رب. الله يبارك فيك. تؤمرني امر يا فندم. الامر لله. فاطمه محمود كانت عايزه تشترك مع حضرتك. مين يا فندم؟ فاطمه عايزه تكلمك. اهلا وسهلا. عندها كام سنه؟ هي في سته ابتدائي السنه دي. هي جنبك ولا فين؟ عايز معايا. يلا اديها نسمع صوتها. ازيك يا اهل اهل البطوطه؟ ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا جميله؟ الحمد لله. انت عايز تيجي البرنامج عندنا؟ اه. هتنورينا ان شاء الله. تعملي اكل ايه بقى لما تيجي ان شاء الله؟ حواوشي. الله الله الله. ماشي الكلام خلاص متفقين. ممكن حالا في الكنترول نسجل بياناتنا وتشرفينا ان شاء الله في اعلى مسابقه؟ ممكن؟ حبيبي يا بطوط ربنا يحميك يا رب ويخليك البابا دايما. طب حاضر. عائشه هانم صباح الفل والهنا. صباح النور. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اخبارك ايه؟ نورت البرنامج. ده بوجودكم يا فندم ربنا يعز حضرتك. كل الحمد لله على السلامه. الله يسلم عمرك يا فندم. شكرا. كنت عايزه اسال حضرتك على الكبده البانيه ازاي اخليها طريه يعني اذا كان بلدي او مجمده. انا جربت في الاثنين كانت بتطلع معايا ناشفه. الكبده البانيه قصدك بالدقيق والبقسماط ولا بالرده؟ لا بالرده. حلو قوي. طيب سؤال صغير، حضرتك بتجيبيها سمكها كبير او مقطوعه يعني مقطعه رفيعه ولا تخينه شويه؟ لا تخينه شويه. طب ده حلو. ايه اللي بيحصل معاك؟ بتسود منك؟ بتسود وبتطلع ناشفه يعني مش زي بره. عشان بنسيبها كتير في الطاسه فبالتالي بتطلع من بره اللون يغمق، وعشان تسويها من جوه فبتنشف معاكي. والتتبيله بتاعتها؟ التتبيله بتاعتها ميه بصل، سنه ليمون على سنه كمون وسنه شطه وحبه بهارات وفلفل اسود وفص ثوم، وتتبليهم كويس جدا وما تحطيش زيت، ونشيل التتبيله دي في الرده وبطاطي بايد حضرتك لحد بتبقى ماسكه كويس قوي. وتجيبي زيت زي ده كده يا فندم، معلش انا اسف. بص يا حسام، زيت زي كده استكل يكون سخن وتحصقط دقيقتين ثلاثه ترفعها على طول. ده بيعتمد على ايه؟ على تقطيعه الكبده. لو مليانه شويه هتاخد وقت في التسويه، لو رقيقه هتشم النار تطلع على طول. انا بشكرك تحت امرك. ها؟ فيفيان صباح الفل. طب العسل. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اخبارك ايه؟ الحمد لله. يا رب دايما يا فندم ربنا يعز حضرتك. تحت امرك امر. انا طبعا بتابع حضرتك على طول على البرامج بتاعتك، ويعني بتعمل اكل. شرف ليا يا فندم والله يا اختي. على راسي والله ربنا يديم محبه يا اختي. على راسي. انا كنت بس حابه اعرف الحمام اللي هو بالرز الابيض بيتعمل ازاي. حاضر اوامرك امر. حاضر. ايه تاني؟ ميرسي جدا يا شيخ. اوامر. هو بس دلوقتي حاليا يعني الحمام ده، لان طبعا انت طب قولي لي بس انا معاكي، بس حضرتك عايز تعملي رز ابيض ساده مش خلطه؟ رز ابيض سادة. طيب ممكن نديله سنة بهاري طعم، ايه رايك؟ اوكي. تحب القرفة؟ لا يعني. لا خلاص. طب تحب البهارات المشكلة؟ اه طبعا. حلو قوي. هنعمل كوباية الرز عادي جدا نص سوا على النار، يعني ايه؟ مكعبين زبدة، سنة زيت، هتشوحي فيهم الرز ني في ني، ورق ادغال، حباية حبهين تدي نفس بس. حبة بهارات لو حبيتي، شوحت الرز، ملحتيه، حبة تحط كبد والقوانص حطيهم في الأواخر بتوع الحمام، مش حبة براحتك. طفي النار أو وطي النار على أول ما تشربي الرز، تلات أرباع تسوية وطلعيه يتهوى سنة، حضري الحمام يكون مغسول غسلة نظيفة بمية ساقعة، ومتنشف بالمنديل عشان يشيل أي شوائب من جوه، وابدأ احشي وقفلي. وعندك حاجتين، الحاجة الأولى لا تحطيهم كلهم في صينيه، دخليهم الفرن بحبه ميه يستووا في الفرن، او بتسلقيه في الـ في الـ في الحله ياخد السلقه بتاعته ويتصفى يبرد وبعدين يتحمر. حاجه ثانيه يا فندم؟ لا ميرسي جدا يا شيخ. كتر الف خير. اوامرك امر. تحت امرك. بشكرك. حاضر. هنا حبه ملح وفلفل بابريكا وبهارات، وبعدين تاتش توم خدت بالك منه، سنه زيت عاديه جدا خدت بالك. طب وبعدين يا شيف انا قبلي هنعمل حاجه حلوه، ندوب الاول ايه زي ما بنقول دايما البهارات في الاول، خدت بالك؟ ندوب الحاجه. واجيب عندي صدر الفراخ اللطيف ده واروح عامله كده وش وضهر، خدت بالك يا فندم؟ شوف كده يتغمس كده بالتتبيله، واروح حاطط عليه الليمونه الحلوه دي تديله مزازه، واروح عامل ايه؟ بسيب الفرن عشان خاطر يطلع لي في الاخر ان شاء الله في الاخر. بس بص بقى كده معايا هنا في الفرن الكفته عامله ازاي؟ معلش يا استاذ حسام بص على الفرن عامل ايه؟ شايف؟ هوريها لك انا، الكفته عملت ايه؟ شوف بسم الله الرحمن الرحيم.
خدت بالك؟ بص اهي هروح عامل انا ايه بقى، مصفي الميه دي. بص كده يا فندم معايا، خدت بالك؟ بص وراح سايبها تاني حتى تحت بقى تبدا تتحمص. ده انا هعمل حركه احلى واحلى. ثانيه واحده خليك معايا، ثانيه واحده معلش هودوني للنهايه معلش. شايف دي؟ شايف دي؟ دي حته زبده. بص بقى كلام، شلت الميه اللي وقعت، عايز اطعم بقى والمع وادي الوان. كل ده كله مش اجباري، ده بمزاجنا، حابين نعمل ده نعمله، مش حابين براحتنا برضه. بص على كده، دي ده تاخد بقى ايه لسعه حلوه كده ونسيبها كمان شويه. طيب خلينا نرجع تاني بقى للتشيكن اجنحه اللي كنا بنتكلم عليها. ايه الموضوع بقى؟ هجيب عندي كوبايه لبن وكوبايه دقيق واتنين عدد بيض وندعه خل. ايوه ندعه خل، هنشوف كل حاجه انا قصدي عليها. عايز اعمل ابراي. كان زمان امهاتنا ربنا يصبحهم كلهم بالخير ويديهم الصحه كلهم يعني منوريننا، وامي طبعا معاهم ربنا يديهم الصحه، كانوا بيعملوها زمان الحركه دي بطريقه بيتوتيه بس في القرنبيط. ايوه في القرنبيط. وبعدين اكتشفنا في الاواخر ناس كتير جدا بتعملها في حاجات كتير جدا وانا واحد منهم. بس لما رجعنا لاصلها، اصل الحكايه دي ايه؟ ما بهزرش والله، اصلها امهاتنا المصريه في القرنبيط حطوا، فاكرين يحطوا البيض مع الدقيق ويعملوه كده فماشي، ويروح في الاخر حبه لبن ويبقى في الاخر كده ايه يغطس فيها الدقيق لو حضراتكم فاكرين ونحمر. طلع في الاخر في مطابخ كتير جدا في العالم بيعملوا نفس الفكره دي بس على اطباق تانيه كتير جدا. الهند تمبوره وحاجات كتير جدا ليها علاقه بالخضار المقلي او انواع كتير جدا باللحوم اللي بيقلوها بالطريقه دي، فبقت موجوده في مطابخ كتير جدا او هي موجوده اوريدي بس احنا عندنا في مصر بنستغلها بطريقتنا من زمان جدا 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 في موضوع المقالي او القرابيب بالذات. انا عملت ايه بقى؟ خدت الكلام ده كله مصرته وظبطته وهنشوف انا هعمل فيه ايه بقى. طيب بوله فاضيه، بسم الله الرحمن الرحيم. انا احب ابصر الاكل جدا على فكره، حتى لو اكل ايه احب اديله تاتش المصري بتاعنا، لان انا في الاول وفي الاخر شيف مصري وبرنامج في قناه مصريه ومتابعين الحمد لله الحمد لله مصريين كتير جدا جوه مصر وبره مصر، فدايما ببقى حريص جدا على التفصيله دي واكون حريص على الثقافه بتاعتنا او عاداتنا وتقاليدنا في الاكل بتاعنا. ان في ناس كتير جدا بتحب تطلع بره الموضوع وبننسى الاكلات بتاعتنا، وانا بصراحه ربنا من الناس اللي بحب حاجتنا جدا، بحب بلدنا جدا، بحب اكلنا وطبعنا والحاجات دي مش بحب اغيرها. اما انا اعمل اكل مصري يبقى اكل مصري، عايز اعمل اكل اجنبي او اوروبي او امريكي بقول الحقيقه بتاعته، ولو همصر او هخليه شرقي بقول برضه بحب اقول، ما بقاش ان هو يبقى يعني هو ده اللي موجود لا. طيب ايه الموضوع بقى يا شيف بعد الرغي ده كله؟ اتنين عدد بيض بسم الله. تمام، قبل اي حاجه في البيض لازم ايه؟ فلفل اسود. حلو الكلام؟ كلام جميل. مضرب لطيف كهرباء بسم الله او عادي؟ بسم الله. We'll be right back.
جدا على الازعاج. هنا مقاديرنا صح، سيبك من حركه وشايفينه واللي انا بعمله، اعرف منين مقاديري الصح. ركز كده، لما اعمل كده خدت بالك؟ بص شايف مفيش حاجه لازقه، ده معناه ان احنا تمام. بص المضرب اه، بص اضرب اهو كويس، بص يطلع فاضي، خدت بالك؟ بس هي الحكايه كده. طب ايه موضوع الخل؟ هقول لك ندعه واحده. ليه بقى؟ عشان وانا بقلي محمر ما يشربش زيت. حلو الكلام؟ طيب ما تيجي نبهر سنه ملح حلوه. بسم الله. وعايز احط عندي تتش بهارات، ممكن احط عندي بابريكا تحمر شويه الامور معايا، واجي اروح مديها في اخر ضربه كمان طعمت بس الامور. بس هعمل ايه بقى؟ المفروض احطها في الثلاجه شويه تتشمع مطرح الضرب ده كله، يبقى فيه دفع شويه فيها، فالافضل تبقى ايه؟ دافيه شويه في الثلاجه. لحظه واحده، على ما نصفي الاجنحه تكون سقعت شويه وكده يكون الامور ان شاء الله تمام. مصفى لطيف معايا يا فندم اهو كده، وارجع راح مديهم ميه ساعه كمان. شايف المنظر؟ شكرا على كده، وارجع تاني احكي الصفه كده. انا جاهز باذن الله على افراي يطلع غطسه سريعه. عايز اعمل حاجه حلوه قبل ما اكمل. الحله الحلوه دي فيها ايه؟ اكيد مش فيل. هجيب عندي كوبايه اوكي، وهجيب عندي كوبايه عصير طماطم فريش، ماشي الكلام؟ ثلاث اربع طماطميات، معلقتين صلصه طماطم، عملوا معايا اللي انا عايزه. وهجيب عندي معلقه صلصه طماطم كمان عشان تقل الصوص ده للمكرونه، واحده كده كده تمام. وهجيب عندي عليها، ركز معايا، فص توب الشياكه. وهجيب عندي كمان حبه الملح بتوعي وحبه البهارات المشكله تمام، ومكعب مرقه. كل ده كله هنا. ايوه يا فندم، مفيش حاجه تانية، خلاص حط حاجه تانية. ركز معايا بقى كده، قلب 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 قلب، وخد مني بقى كمان وما ترجعش. بص بقى، بسم الله، ميه او مرقه، وهزود الكلام ده كله كده بس كده، ماشي الكلام؟ كلام جميل. وارجع اعمل ايه بقى؟ اروح مقلب 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 مقلب. ركز معايا، بسم الله بسم الله. شكرا. الطماطم راح، ده بتاع ايه بقى؟ بتاع المكرونه دي. هتعمل ايه بالمكرونه دي؟ يلا بينا قبل ما نطلع الفصل، عشان عارف يقول لك ايه، ما تطلعنا فصل نشوف. مش هنعمل كده، ثانيه واحده بس، انا هطلعكم فصل وهروقكم، بس عايز اظبط اموري. بايركس لطيف، نلبس كلافز حلو كده عشان نشوف هنعمل ايه. ايه بقى الحكايه؟ لحمه مفرومه سبتها تبرد شويه، شايف فلاحها عامله ازاي؟ بعد ما سبتها تبرد شويه شايف ايه اللي يحصل؟ والله بعد ما تبرد شويه هبدا احشي الايه؟ المكرونه الحلوه دي. بعد كده هنشربها بصوص طماطم. صوص طماطم هيديني نص غلوه، مكمل غلوته فين؟ مع المكرونه ويسويها لي. بسم الله. هنعمل ايه بقى؟ نجيب معلقه صغيره كده ونبدا نجيب المكرونه. اه حتى من غير معلقه يا عم، عشان ما اشغلكمش، خدت بالك؟ اهو كده، وهبدا احشي المكرونه الحلوه دي باللحمه المفرومه تمام. وبعد كده يا شيف والله هنشربها بالصوص اللي بتسبك دلوقتي. اهو خدت بالك؟ ريحه اللحمه حلوه. امسك نفسك تمام تمام. فكرة الحشو سهلة في أي مكرونة أقدر أعملها، يعني نفس الكلام ده ممكن أعمله عادي عادي في الكالينوري عادي، يعني لو أنا بجايب عندي نفس أي مكرونة، هي كلها مكرونة واحدة. عايز بس إيه قبل ما أنت عايز فاصل إمتى؟ دلوقتي؟ طب أنا هعمل لكم حاجة حلوة قبل، لحظة واحدة بس عليها من الزمن عشان أنا بحب أوضح كل حاجة.
الفرن اخباره ايه؟ ما تبص بصه كده معايا وايه؟ مع بعض في كل حاجه. فراخ المشويه بتاعت الصفرطه شغاله، الكفته داوود باشا اللي هتقفل في الصوص ان شاء الله الباص اللي جاي شغاله، امورنا تمام، هنا احنا مفيش حاجه. المكرونه شغاله، تعالى بقى افتح لك الاباراي ده حتى اوريك واحده ولا اثنين عشان تطلعوا الفصل وانتوا تمام. بجيب عندي اي بقصومات انا بحبه. انا جايب النهارده بقصومات مختلف شويه، اللي هو البانكوك اللي هو المقرمش ده، اولادنا بتحبه جدا. والاباراي جاهز. بص بقى يا سيدي. نعمل حاجة حلوة وهطلعك بوصل، اصبر عليا. بسم الله. ادي الجناحة، شايف المنظر عامل ازاي النظافة؟ هعمل ايه بقى؟ هعمل كده. سيبها شوية الغطس وهاخد دول كمان. بص هعمل ايه؟ بص بعمل ايه؟ حلو؟ واجي اروح اعمل ايه؟ شايل واحدة كده. شايف؟ وراح جاي ايدي التانية وعامل كده، خدت بالك؟ اهو تاني. افضي. كده ايدي الثانيه. بص عملت ايه في الاولانيه؟ انا مش كده. شوف الثانيه اهي معايا يا فندم. لو عايز اجرب دلوقتي اجرب، بس المفروض ادخل التلاجه شويه. سيبها لحد ما نشوف اللي بعده. حلو الكلام؟ هعملها كمان واحدة هطلعك فرصة، اوكي؟ يلا شربنا كده. فضي وهعمل كده وراح بايدي كده. اصبح ان انا عملتها زي كده دبوس. خدت بالك؟ وهي مش دبوس، ده جناح. هطلع فرصة صغيرة جدا بعد الفواصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكل. طيب خلاص يعتبر خلصت جزء كبير جدا من الحلقه، راجع بسرعة مع حضراتكم. كان قبل الفاصل عملنا ايه؟ الكفته دي فاكرينها؟ بص كده يا استاذي، شايفين المنظر عامل ازاي؟ مفيهاش حاجه، منتهى البساطه. ودي اللي هعمل معاها ان شاء الله سبانخ وصوص ابيض وكريمه ومكرونه وكل حاجه، بس الموضوع بسيط. ربع كيلو فراخ عمل معايا القصه دي كلها. بص المنظر من جوه عامله ازاي؟ شايف؟ تكريم الخضار اللي حطيناه ريحته باينه جدا، كل حاجه واضحه في طاسه ما فيهاش اي سهوله. حطينا هنا واحد اجنحه ياخد تيست في الزيت ونشوف حكايته ايه، ونطلع كده نطلعه على المصفى. عندنا سلطه هنخش فيها حالا مع حضراتكم برده، ولكن تعال نخش في الاول وايت صوص ونعمل الحكايه على السريع. طيب كسرول فاضي لطيف، تعال نعمل ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب معلقه خشب الاول، وعندنا مشروم وعندنا سبانخ وعندنا بصل، دول الاوائل. وان كده بسم الله. وعندنا حته زبده الاول، بسم الله كده، وكمان حته. ماشي الكلام؟ يبقى زبده مع بصلايه صغننه مش كتير، ومشروم ينزل هو كمان على جنب كده. والسبانخ ما بحطهاش دلوقتي الصراحه، عشان السبانخ اصلا ما بتاخدش وقت خالص في التسويه، خليني في الاخر بحطها في الفينش عشان استفيد بس باللون بتاعها. واسيب عندي المشروم مع البصل ني في ني كده، واديهم عندي حاجه بحبها جدا معاهم برده، وهي بتتشوح فلفل اسود مع المشروم والبصل، بيبقى تيستو عالي جدا. بس الموضوع بسيط. طيب حته جبنه ريكفورد مش شرط تكون كلها، هناخد حته صغيره جدا. الكريمه مش شرط تكون كلها، هناخد حته حبه صغيرين جدا. الجبن حسب الرغبه، كيس مكرونه ملون او عادي حسب اللي عندنا. تمام؟ طيب تمام. عندي صوص هعمله برضو، بس اخلص الاول ده اسيبه على النار، وهعمل صوص الافوكاتو بالكب على طول مع بقيه الحاجات بتاعته. وعايز ابص على اللي في الثلاجه، شمع شويه ولا لا، عشان عايز احمر. بسم الله بسم الله، يلا بينا. بقى كده، ومش شرط تكون كله في نفس الرص عشان ما يعجنش،
واعرف اقلب براحتي، وده نفس الكلام يخش الفلتر تاني. نجيب بقى ايه؟ قطعها ونبدا نخش على الصوص. شوحنا، بص الملامحين راحت تبان، دبلت شويه. يلا معلش الفيديو جاهز بيلعب معايا، بس خلاص هانت هانت ولا لا يا ياسمين؟ جاهزين؟ ايوه ماشي. اول ما احس ان خلاص خد دخل في مرحله السوتي، المكرونه انا عايز اسويها جوه الصوص، يبقى اعمل ايه بقى؟ احط كريمه كامله واقوم اسوي فيها المكرونه دي، ولا اعمل ايه؟ ولا اسلقها واحطها في الصوص، ولا اخفف الصوص؟ هنا بقى الحته تفرق شويه. لا اخفف الصوص ازاي؟ باجي اعمل هنا الاول حاجه خالص مع الزبده اللي حطيتها دي، هستغلها بمعلقه الدقيق، فهربط وهكلكع الايه؟ الحله دي. ادي معلقه الدقيق اهي، واحده اتنين، حلو الكلام؟ ده اللي حصل؟ اه والله هو ده اللي حصل. ابدا الم كده كلكعها، هي بص كده بعدين شوف. خدت بال حضرتك يا فندم؟ في حاجه باينه؟ فين الدقيق؟ مفيش دقيق صح؟ طيب نعمل صوص حلو بقى. تعالى تعالى بس والله هوريكم انا قصدي ايه. مغرفه، وهنزل على المشروب والبصل والدقيق والزبده بسم الله، واحد ملوش تاني، ثلاثه يا شيف مخرفين وايت صوص. هقول لك جاي والله، انا مش هضحك على حضراتكم والله، انا هعمل الصوص كل حاجه، بس انا باسس حاجه تانية غير الوايت صوص، انا باسس قوام الكريمه اللي هسلق فيها المفروض المكرونه. مش هينفع اسلق مكرونه، بص الراح لفين؟ انا بس عايز اوضح لكم ان الحوار مش مكرونه، مش 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 اي مكرونه لازم يكون ب 50,000 جنيه كريمه، لا عادي معلقه الدقيق والزبده. بص عملوا ايه؟ وهعتمد باذن الله على النشويات اللي واقعه من المكرونه هتربط لي الصوص. معايا ولا لا؟ اه بص المنظر. طب اعلى التست بايه يا شيف؟ بص بص كله هنا في الاول. قاعد مرقه في النص مش باين، ركز معايا. واروح اعمل ايه؟ خدت بالك؟ بص جربوا يا جماعه الطريقه دي والله، يعني قولوا لي. بص بقى هنا المرقه تاني. في قبول المرقه اهو كده، هحط كريمه وهدلع ولسه احط جبنه وهعمل كل حاجه باذن الله، بس الاول ناسس الحكايه ونظبط الدنيا اهو. شوف المنظر، مكعب المرقه او البهارات اللي اتحط، بحطه كبهار مش كمرقه. وهنا الدقيق والزبده احطهم كرو مش كطعم. بص المنظر اهو، انا بتكلم في قوام مرقه بقت كريمي او بقت تقيله شويه، هو ده اللي بتكلم فيه. طب وبعدين ولا قبلين كريمه الربان في ثانيه، ادي الكريمه مش كلها، خدت بالك انا حاطط قد ايه؟ شفت شفت القوام راح لفين؟ الكريمه اهي. طب انا لو لسه فاتحين عليا الحاله دلوقتي بعد الفاصل ولقيته ده الحله كده، هل حضرتك متوقعه انا حاطط كل ده كريمه؟ هتقولوا اكيد حاطط علبه كريمه كبيره. هل هتتوقعوا ان حاطط كل دي مرقه؟ انا بقول لا، انا شخصيا لو شفت حد في البرنامج هشوفها ان هي لبن كريمه، ما انا مش عارف برضو عمل ايه، عشان كده بقعد اتكلم في التفاصيل وبقعد ارغي لكم في عمق. انا اسف والله، عشان اطلع بس او اقول ان انا عايز يعني اوصل له بالشكل العام. سيبها تغلي قدامي دقيقتين ثلاثه هتشوف الملامح راحت لفين. ومن هنا يا فندم حاضر، ومن هنا راح اعمل ايه بقى؟ وهي قبل ما تغلي راح انزل بايه؟ بكيس المكرونه. خدت بالك انا رايح فين بقى؟ شوف اهو. طب والجبنه الزرقاء والجبنه البيضاء وكل ده كله بعدين، ده والسبانخ بعدين، اسس الحاجه الاول المظبوطه. انا راح مديها من هنا، عندي بق مرقه كمان ومتشكل على كده تمام. هسيبها شويه ونشوف حكايتها ايه كمان شويه. طيب اجنحه الفراخ سيبها تتحمر، وانت عايز فاصل صح كده؟ طب اوعى فاصل تيجي تقول لي طب اعمل السلطه، طب واطلع فاصل لو انت تمشوني على طول، ولا هترجع تديني وقتي؟ انا قلت كده برضه. طب هطلعكم فاصل وبعد الفاصل هو اتفضل.
اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب ايه بقى، كنت بغسل بس حابب بصل اخضر كده عشان اعمل بيهم صوص حلو باربيكيو للتشيكن وينج، حبيت اعملها كده وهو ما كانش موجود اصلا في المنيو النهارده عندنا الصوص. بس بص منظر الفراخ عامل ازاي، تحس ان هي دبابيس، هي مش دبابيس، هي اجنحه تطلع كريسبي كده. بص يا فندم معايا، دي انا هعملها بقى الاولاد لسه كنا بنتكلم في الفاصل بيحبوها بالباربيكيو صوص متغرقه كده وبيحبوها قوي، ومحلات ما فاتحه مخصوص، انا وقفت طابور والله على الحاجات دي، وطلع الاولاد والاطفال ربنا يحمي الكل بيحبوا الحاجات دي جدا، نعملها احنا كمان. دول بالكم ناس تقول لي هو انت بتروح، انا ما بروح، انا مفيش محل ما بروحوش او حتى اشوف افهم ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتاكل وايه اللي بيحب عمر ايه بيحب ايه وده وحش ليه وده مشهور ليه. طبعا شغلي بحب، والغريب ان في بعض الناس استغربني ان انا بخش ممكن اطلب حاجات ممكن ما باكلها، عايز اعرف الحكايه. فمن ضمن الحاجات اللي صراحه يعني مع حضراتكم وبستفيد بيها كمان لحضراتكم يعني عشان بس التشيكن وينج دي قلب الدنيا. دخلت مطعم اسمه كده بتفصل بالطوابير وبيبيع خمس قطع مش عارف رقم ايه، يعني حاجه مش قليله، فقلت عايز افهم الحكايه هنعملها ان شاء الله معاكم على السريع. بص المكرونه راحت لفين، بص بقى حبه الكريمه الاخوار بقى الفينش بقى اللي انا عايز احطه عندي، بص في الاخر كده، واروح جايب عندي سنه كمان افك كده بقى الدنيا عشان ابدا اقفل. انا سويت المكرونه وهعرف دلوقتي هعرف حضراتكم او هوري حضراتكم انا قصدي ايه على تسويه المكرونه يا فندم. خلاص بص عامل ازاي، خلصوا هاخد مكرونه واحده نروح نقطعها عشان نعرف احنا سوينا ولا تلفزيونيتي ده ولا ايه. بص كده يا فندم معايا، تعالى بص خدتوا بالك من تسويه المكرونه، مفيش خلاص تمام. طيب ده كده خلاص خلصان، اه بسم الله. هنا بقى حط عندي السبانخ على الوش قطعه مغسوله ومنقوعه بميه ساقعه، حلو الكلام. لو بحب الريحان انسى بقيت استعالي جدا، ماشي. اي جبنه انا ما عنديش مشاكل، انا هحط حته زرقاء من الريكفورد دي عشان يعني ايه نبقى حلفنا ان احنا حطينا جبنه زرقاء، لان انا عارف مش كله ممكن يكون بيستلطفها ان هي حادقه شويه، انا صريح في كل حاجه وبحبها انا شخصيا جدا وباكلها مع عيش محمص كمان، بس قصدي مش كل الناس تحبها، انا بكون واضح يعني كده. احنا تمام التمام، حلو كفته فاكرها، شكرا على كده. نعم لا دي ايه ده، انا عندي لسه صوص افوكادو هنعمله حالا. خلاص انا خلصت ده، لسه عندي حاجتين هعملهم، ممكن تديني كمان دقيقتين ثلاثه النهارده. ايه الساعه كام؟ الساعه 3:05 يا جماعه، 3:04 دقايق. انتوا كلكم بتطلعوا اكتر من كده ولا انا بتهيألي ولا في ايه؟ ردوا عليا هعمل لكم انتوا عايزينه، بس قولوا لي صح ولا غلط انا بقوله. طيب اديني سبيس لو سمحت بقى، يعني ما تجوش اليوم ان عندنا شغل تطلعوني من بدري. لو سمحت خلاص اقل من خمس دقايق ان شاء الله. كيس بسط انا خلصان، بسم الله. اتفضل كده يا حسام معايا، شوف المنظر، شوف في حته بس في الطبق اهي اهي اهي، كل حاجه واضحه. وضح يا سيدي، انا احب كل حاجه المشاهد يشوفها. بص الصوص عامل ازاي، الهنا والشفا لاولادنا وحضراتكم جميعا. اول طبق يطلع على طول، مش محتاج مني اي حاجه خالص غير ان احنا نقدمه كده على طول. طيب عايز اعمل صوص سريعا، بقول لحضراتكم الاطفال ها يعني هاريه الدنيا في القصه دي، يعني بس اوري حضراتكم عشان لو حد في البيت حابب يعمله يبقى برضو ايه توضح. طيب خلينا نطلع الفرن من مره، خلاص نختم بقى بس ايه ما تجرنيش. خلاص انا تمام، اديني قد ايه وقت دخل صاله. بص المنظر ده فندم، اتفضل. فاكرين المكرونه حشيناها دي خلصانه مستويه وباينه جدا مفيهاش اي ابتكار. بص الصوص عامل ازاي، فاكرين الصوص اللي عملناه خفيف ناي بناي، شوف شكرا. نطلع على طول هنبقى ايه، مكرونه قواقع محشيه باللحم مفرومه وصوص بالريحان. طيب عايز اعمل الصوص ده بالمره واخش اقفل السلطه ونختم على طول. صوص باربيكيو بجيب عندي ابسط حاجه في الدنيا، عشان بس واضحين. باربيكيو مش شرط اعمله في البيت. باربيكيو الازايز اللي بتتباع في كل حته على فكره. مش حاجه يعني بعيده، بص بقى اللي جاي منك. ناخد عندي اقل من نص معلقه زبده. خدت بالحركة يا فندم؟ عليها من عندنا تاتش توم، ركز معايا، وهجيب عليها على طول كاتشب على باربيكيو صوص.
مع بعض. مش الكلام وراح مشوحهم مع بعض كده وراح جاي عليهم اوكي جاي عليهم بحبه خل عشان نشم ريحه الايه الباربيكيو الحلو ده. بس كده خلاص شكرا كده. وراح جايب عندي كل التشيكن اللي حمرناها دي كلها وتنزل هنا كده. بسم الله طبعا كده ده كده انا عامله فاتح. تعالوا شوفوا الاولاد بتاكلوا ازاي ما شاء الله في المحلات. الله اكبر الله اكبر. غامق غمقان عسل ما اعرفش يحبوه على ايه بس ماشي. ربنا يعني ايه هقول لك ايه بس ربنا يهديهم. هجيب بقى عندنا طبق ده. حاضر. ما انتوا اربع طول يا جماعه والله تقول على مالك في الاخر بعد ما بتجروني. بسم الله الله روائح لطيفه. ركز معايا في اللي جاي. بصل اخضر على الوش دلع بقى. بصل اخضر على الوش اللي كنت بغسله من شويه. فتح السمسم اللي الاطفال بتحبه. وبكده متشكرين للطبق اللطيف ده طلع على طول ممكن بتاع البصل. حلو الكلام. اطلع بقى مع فرنش فرايز اطلع مع رايز اطلع مع باستا اطلع مع اي حاجه. يلا حالا حالا بس خلاص اخر حاجه ده ونطلع على طول. اوكي تمام. دقيقه واحده ولا دقيقتين؟ خلاص حالا. بص بقى طب خلاص اهو خلاص والله. انا معلش انا بزود الاطباق يوم الاطفال عشان انا بحس بالامهات بصراحه بتبقى عندها مشاكل في القصه. فمعلش يمكن بزود بقى الاطباق دي عشان خاطر يبقى اربعه ممكن اخليهم ثلاثه بس بحب اوضح. افوكاتو ركز معايا. جيب معلقه اقل من دقيقه اوكي؟ افوكاتو بالمنظر ده كده. بسم الله. ناخد واحده كده قلب الكبه والثانيه بص كده بطلع دي كده خد بالك؟ اهي خد بالك؟ كده واخد كده اهو والحركه منه تمام. وهجيب عليها معلقتين مايونيز وهجيب عليها علبه زبادي وصف ميه تمام. اوسع نفسي كل الكلام ده كله وهاجي عليهم على طول اروح مدي سن زيت زيتون بص كده تمام. ولو حابب احط التوم ماشي مش حابب احنا هنمشيها على كده. بسم الله طماطم شري فلفل الوان خيار فاصوليا حمراء فلفل اصفر بس خلاص. اسف جدا على الازعاج. خلاص احنا خلصنا كل الخضار ده كله تمام تمام. افك كده بقى الكبه اللطيفه دي. بص الصوص عامل ازاي. ارفع السكينه اول حاجه وانزل عندي بكل الصوص ده على الوش كده. اجيب ايس كليبر او حاجه رابر اقدر الم بيها كل الجوانب دي عشان ما اهدرش اي شيء. ما حطيتش زيت عشان خاطر احط زيت في الاواخر. وراح جايب زيت الزيتون في الاخر كده مدي تاتش على الوش. مقلب شايفين الصوص عامل ازاي. راح في حته ثانيه خالص. نجيب عندنا طبق غرفة على طول فراخ. لو حضراتكم فاكرينها سيبها عندي تبرد خالص. هجيب عندي الخس اعمله عندي كأرضية والاشكال الحلوة دي بعملها كشكل بوكيه او كجرنش كده وبناء عليه بضيف كل الخضار بتاعي على الخس بالشكل ده. ولم كل حاجه. صوص الافوكاتو ريحته عاليه قوي كمان. تمام تمام. وبعدين يا شيخ والله خلاص خلصنا كل حاجه. هجيب عندي الفراخ الحلوه البارده دي بعد ما بردناها شويه. زي ما هي وراح اعمل كده.
حلو الكلام، كلام جميل وزي الفل، مش هزود عليكم اكتر من ايوه. هنا هندي بقدونس لطيف كده على الوش، وباخد فلفل اسود على وش الفراخ، والهنا والشفا لحضراتكم. وده اخر طبق السلطه، طلع على طول على المائده. في حاجه ثانيه فيها؟ خلاص تمام بس كده. وبكده يكون خلصنا حلقتنا لحضراتكم. اتمنى يكون كل حاجه كانت تفاصيلها واضحه وباينه. اشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد وحلقه جديده، والسلام عليكم.